انت اليوم صاحب شركه عالميه بتعنى بالاستشارات الهندسيه وبتمتلك فروع باستراليا، الامارات، السعوديه، الفلبين ولبنان. بدي اعرف منك يعني كيف كانت هالتجربه لتوصل وتصير يعني او او تبني هيدي هيدي الشركه اللي صارت عالميه. بعتقد من صغري لانه كان عندي هالحلم وحلفت الحظ انه خلصت جامعتي بهيدا الدومين بلشت كان عندي قول معين انه بدي وان داي سير مالتي ديسيبلينري كونسلتنج مع انه بلشت كشركه صغيره انا وشابين تانيين معي وظفتهم ومن هونيك انطلقنا سو so, سنه بعد سنه صارت تكبر سنه بعد سنه صار مشاريعنا تكبر سنه بعد سنه صارت التراست الثقه تبع العالم في اكثر واكثر تيعطوني مشاريع اكبر لانه كنت عم بحقق كل شيء على الوقت بالفيزابيلتي ستادي اللي أعطيونيها اياها كله يمشي عال صاروا يطلبوا مني حتى أفوت بدومين غير حتى مش اختصاصي بس أمنهم لهم ميكانيكال الكتريكال هيدرولكس. وهيك كبرت الشركه صرنا مالتي ديسيبلينري واكيد بس تكبر الشركه بيكبروا مشاريعك وما بيعود فيك انت وحدك تعمل مانجمنت لهالشركه او لهالدومين ساعتها بتستعين او بتعمل سكسيشن بلانينج وبتفوت معك السينيا إنجليز اللي كانوا معك هالشركة اللي كمان ساهموا عبر هالطريقة لأنه إنت إيد لوحدة ما بتزقف صح. بدك هالتيم كله يشتغل وان وهيك تدخلوا معي كبارتنرز وصرنا نكبر اكبر واكبر تصرنا اللي وصلنا له اليوم عاده الناس يعني بتشوف الشخص باللي هو فيه اليوم ما بيعرفوا انه وراء الكواليس انه شو المطبات شو الصعوبات يمكن واحد بيقطع بقصص كثير صعبه تحقق انجاز معين شو ابرز المصاعب اذا بدنا نقول هلا اكيد في كثير تضحيات، في كثير تضحيات، انا ما بعتقد بصفوا بالحياه بيقولوا لك بدك تلاقي بالانس بين شغلك وبين عائلتك وبين قد ما بتلاقي بالانس اذا بدك توصل لل... للتوازن، بس اذا بدك توصل للليفلز النجاحات العاليه بالحياه لإلا شيء بده يعطي يعني يو ساكرفايس وبدك تضحي يا بحياتك العمليه يا بحياتك الشخصيه تمشان وحده تاخذ اون تاني انا بعتقد الصعوبات اللي واجهتها اكثر شيء هي الشغل الكبير اللي كان عندنا اياه جبرتني اتنقل كثير من محل لمحل, لمحل لمحل من بلد لبلد سو so, كنت بعيد من العائله كنت بعيد من الاولاد <مم> بس بتضل تجرب تعود هيدا هالنقص بطريقه ما